بالنسبه لهذه الخطوه الاحتجاجيه اللي قامت بها النقابه الوطنيه للكتاب المحلفين بالمغرب استنكارا للوضع الذي يعيشه الكاتب المحلف، رغم اننا عندنا واحد الدور حيوي وفعال في منظومه العداله، لاننا حنا الدينامو عجله ديال المحاكم، لاننا حنا المكلفين بالتبليغ، والتبليغ كيمر على الكاتب المحلف هو اللي كيبلغ. وبالنسبه للواقع اللي كنعيشوه راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، يعني واحد الواقع مزري، اجور هزيله، ما كاينش حمايه اجتماعيه، ما كاينش حمايه قانونيه، عندنا الشكايات التعسفيه. وبالنسبه الماده 6 تحطات استبشرنا خير بوزاره العدل، قلنا الحمد لله اعترفت بالجهود اللي كنقوموا بها، حطاتنا في مشروع قانون المفوضين القضائيين في الماده 6. اي كاتب مفوض قضائي قضى 5 سنوات من الخدمه الفعليه ككاتب محلف وعنده الاجازه في الحقوق وما فاتش 45 سنه يعني غيولج للمهنه، غيتم ادماجه في المهنه. الا اننا كنشوفوا السيد الوزير والوزاره حذفات هذه الماده 6 من المشروع ديال القانون ديال المفوضين القضائيين. لا يمكن سيد الوزير انك تحذف واحد الفئه اللي هي حيويه وفعاله، انت كتعرفنا احسن واحد كتعرفنا لانك انت محامي، وانت راك تعاملتي مع الكاتب المحلف هو اللي كان كيبلغ لك الاستدعاء والانذار والحكم والقرار الاستنافي، وكتعرف باننا حنا الا مشينا تدرنا اضراب وطني على العمل غتوقف عجله المحاكم في المغرب كامل. ما يمكن السيد الوزير انك تحذفوا هذه الماده اللي كتضمن لنا حنايا اننا نولجوا للمهنه، لاننا لدينا من الكفاءه ما تكفي في التبليغ وباقي الاجراءات اللي كنديروها رفقه المفوض القضائي من السحب من الارجاع. ورغم ذلك رغم هذا العمل اللي كنقوموا به ذات الطبيعه القضائيه حذفتوا الماده 6 وما فعلتوش السيد الوزير خطاب سيدنا نصره الله ديال اصلاح منظومه العداله، خصكم تفعلوا سيد الوزير، لان سيدنا حنا جزء لا يتجزأ من منظومه العداله. سيدنا نصره الله قال لك اصلاح منظومه العداله من المنصب ديالك وكمسؤول وكوزير، حنا جزء كما كنقول لك لا يتجزأ. ما يمكنش انك تقصينا حنا كفئه وحنا اكثر من 3000 كاتب مفوض قضائي في المغرب، ما يمكنش الفئه كامله تقصات. بالمقابل سيد الوزير نساخ عطيتهم حقهم، اي مهنيين كيعملوا في المجال ديال العداله عطيته الحق ديالو الا الكاتب المحلف. الى متى هذا التهميش؟ الى متى هذا القمع؟ الى متى هذه الحقره بهذه اللغه؟ كنقول لكم حقرتونا اكثر من القياس، وحنا حال الوقت باننا غادي نحتجوا على الماده 6، هي اول مطلب عندنا، وثاني مطلب هو أن الكاتب المحلف يعيش بكرامه، لانك في المقابل كتعطيني مسؤوليه جنائيه وما كتعطينيش حمايه قانونيه، ما يمكنش كتعطيني الطابع ديال التبليغ اللي هو في العمل القضائي وما كتعطينيش واحد الاجر اللي هو كريم كيحفظ الكرامه ديال الكاتب المحلف، ما يمكنش السيد الوزير لا يعقل. كناشدوك وكنطلبوك السيد الوزير من المنصب ديالك كمسؤول عن الوزاره انك تعطي فئه الكتاب المحلفين بالمغرب تعطيهم الحق ديالهم، وحنا غنصعدوا ان شاء الله ان لم يستجيب لنا السيد الوزير وقفات احتجاجيه عما قريب، وغنضربوا على العمال وغندخلوا حتى في اضرابات عن الطعام. حنا في هذا الاسبوع الاحتجاجي كنعبروا على الاستياء ديالنا من الاوضاع المزريه اللي كيعيشوها الكتاب المحلف ولدى المفوضين القضائيين، اوضاع اجتماعيه اللي هي كارثيه تنتج عن ضعف كبير وتدني للاجور التي هي ادنى من حد الادنى للاجور اللي هو مفروض انه يكون عند اي مواطن مغربي كيشتغل، فخصو يكون عنده حد الادنى للاجور. فبالتالي حنا الكتاب المفوضين القضائيين كاين اللي كيتقاضى اجره زاهده، كيتقاضاها بالاسبوع وبال 15 يوم، وكاين اللي كينتظرها الشهر كله، في الاخر كياخذ واحد الاجر زاهد اللي هو يا ما كيلبيش الحاجيات الضروريه والاساسيه للعيش، تتراوح من 800 درهم 1500 درهم، وكاين اللي كيحصل على الحد الادنى للاجور، ولكن العدد ديالهم اللي هو ضئيل جدا، لانه كاين هناك حيف في هذا الجانب هذا. كاين مساله ديال التغطيه الصحيه اللي مترتبطه بالاساس بالضمان الاجتماعي، فاغلب الكتاب المحلفون هم ما كيتوفروش على الضمان الاجتماعي اللي هو حق اساسي ديالهم، وبالتالي كيتعرضوا لواحد الحيف، واحد الظلم كبير
انهم ما كيتمكنوش انهم يغطيو المصاريف الدوائيه والعلاجيه ديالهم ولا الاسر ديالهم، فكيتكبدوا مره اخرى اللي هي مصاريف كبرى انه اللي ما كيغلب بهاش حتى الاجره ديالهم، ما كتلبيش الحاجيات الاساسيه، ثم كتجي الامراض والعلاجات ديالهم وديال الاسر ديالهم، فبالتالي كيولي في واحد الوضع اللي هو مزري وهش، وكيبين على ان هناك ظلم كبير كينصب عليهم.